السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الثالث متوسط، إليكم شرح مادة اليوم، وهو من المواضيع المهمة في اللغة الإنجليزية، وهو الزمن الماضي المستمر The Past Continuous Tense. إليكم شرح هذا الموضوع. Unit 1 الوحدة الأولى Past Continuous Tense الزمن الماضي المستمر. يعبر هذا الزمن عن حدث كان مستمرا في وقت معين في الماضي. احنا باللغة العربية ما عندنا ماضي مستمر، لكن في اللغة الإنجليزية يوجد past continuous tense الزمن الماضي المستمر. يتكون هذا الزمن من التركيبة التالية: إذا كان الفاعل he أو she أو it أو I يتبعه أو يأتي بعده was، وإذا كان الفاعل they أو we أو you يتبعه الفعل المساعد were، زائدا يتبعه فعل يحتوي على ing لتدل على الاستمرارية، يدل على الماضي المستمر. إذن الماضي المستمر هو حدث كان مستمرا في وقت معين في الماضي. إذن تركيبة الزمن الماضي المستمر past continuous tense يتكون من التالي: فاعل، أي نوع من أنواع الفاعل اللي هي سبعة فواعل في اللغة الإنجليزية، يتبعها الفعل المساعد حسب الفاعل was كما ذكرناها سابقا، أو where أيضا كما ذكرناها سابقا، يأتي مع they we you، والwas مع I he she it، يتبعها verb يحتوي على ing فعل يحتوي على ing زائد تكملة الجملة. مثال على هذه التركيبة أو تركيبة الزمن الماضي المستمر: he اللي هو فاعل، was اللي هي أتت مع he، و playing اللي هي الفعل يحتوي على ing، و football اللي هي تكملة he was playing football. إليكم مثال آخر: they تأخذ where writing. كلمة writing كانت تحتوي على e، عند إضافة الـ ing حذفنا الـ e وأضفنا ing. They were writing a story. هذه تركيبة الجملة الآن مثبتة، وإليكم ملاحظات إضافة الـ ing تجدوها في شاشة نهاية هذا المقطع أو في البطاقات. هذه تركيبة الزمن الماضي المستمر في حالة الإثبات: تبدأ بفاعل was أو where حسب الفاعل، زائد verb يحتوي على ing اللي هو فعل يحتوي على ing، زائد تكملة الجملة. هذه في حالة الإثبات. إليكم الشرح الآتي في حالة النفي: الزمن الماضي المستمر في حالة النفي. يكون في حالة النفي، في حالة النفي فاعل اللي هو subject was aware زائد not، نفس تركيبة المثبت، زائد نوت بعد الفعل المساعد، زائد verb يحتوي على ing، زائد تكملة الجملة. مثال هذه: he was playing football، he was not playing football. They were writing a story، they were not writing a story. تركيبة الزمن الماضي المستمر في حالة الاستفهام يتكون من was حسب الفاعل اللي ذكرناه، و where أيضا حسب الفواعل اللي ذكرناها، زائد فعل يحتوي على ing، زائد تكملة الجملة، وفي نهاية الجملة question mark علامة استفهام. إليكم المثال التالي: was he playing football؟ في نهاية الجملة question mark، ونبدأ ال was ب capital letter. Was he playing football؟ ال was هنا فعل مساعد، هنا الفاعل فعل يحتوي على ing، وتكملة الجملة.
Were they writing a story? وفي نهاية الجملة question mark علامة استفهام. إذن هذه تكوينة الماضي المستمر في حالة الاستفهام. إليكم ملاحظات مهمة عن إضافة الING للأفعال. يوجد مقطع فيديو كامل لشرح إضافة الING للأفعال، تجدوها في البطاقة هنا في الأعلى. ملاحظة: يمكن أن تأتي صيغة الماضي المستمر على صيغة سؤال باستخدام WH question، على صيغة استخدام هذه الأسئلة اللي تبدأ بـ WH question. WH question اللي هي الأدوات الاستفهام التي تبدأ بـ WH. عندنا هذا المثال: What Layla do at the mall؟ هنا علامة استفهام، نريد نسويها سؤال أو هي على صيغة سؤال. نضع أداة الاستفهام what. صيغة الاستفهام يحتاج لها أو تركيبة الزمن الماضي المستمر يحتاج لها حسب الفاعل. هنا ليلى يعني she أو ليلى، تحتاج was لأن صيغة سؤال، بعدها الفاعل اللي هي ليلى. الفعل الرئيسي بالجملة do، نضيف للفعل ing حتى يدل على الاستمرارية، وبقية الجملة نضع بقية الجملة at the mall، وفي نهاية الجملة question mark علامة استفهام. إذن صار زمن ماضي مستمر على صيغة سؤال باستخدام هذه WH اللي هي واحدة من أدوات الاستفهام what. What was Layla doing at the mall؟ إليكم المثال التالي نفس الملاحظة هذه: Why the boys come late؟ نضع أداة السؤال Why. The boys هنا جمع يعني they، يحتاج لها where فعل مساعد، نضع الفاعل the boys، نضع الفعل ونضيف ل ing مع مراعاة عند إضافة ال ing الفعل ينتهي ب e، نحذف ال e ونضيف ing. تجدون هذا مقطع كامل في هذا المقطع في الشاشة موجودة في هذا المقطع. coming late وفي نهاية الجملة question mark علامة استفهام. why were the boys coming late؟ make these sentences in the past continuous tense. اجعل هذه الجمل في الزمن الماضي المستمر. عندنا هذه الجملة we between brackets have dinner، هنا يريدها بالمثبت، نضعها في حالة المثبت we اللي هو الفاعل، نرفع الأقواس، الوي يأخذ فعل مساعد where، الهاف نضع الفعل ونضيف ل ing، هذا الفعل ينتهي بحرف الاي، عند إضافة ال ing نحذف الاي ونضيف ing. dinner we were having dinner. إليكم هذا المثال: where between brackets he go وفي نهاية الجملة question mark. هنا نضع أداة الاستفهام where اللي هي يحتاج لها فعل مساعد، يحتاج لها was في حالة الماضي، ونضع الفاعل، الgo يحتاج لها ing، نضيف لها ing فعل يحتوي على ing. where was he going وفي نهاية الجملة question mark علامة استفهام. إليكم المثال التالي: she not watch TV. هنا يطلب من عندنا أن نكون الجملة في الزمن الماضي المستمر، نضع الفاعل she، الشي
تأخذ was، نضع النوت في حالة النفي. wasn't أو was not، نضع الفعل watch. إليكم هذا المثال: it between brackets rain، نضع الفاعل it، it يحتاج إلى was، نضع الفعل ونضيف إلى الفعل ing ونكمل الجملة. إليكم نماذج امتحان أو صيغ وزارية أو امتحانات شهرية: he was between brackets، تكون هذه بين الأقواس هذه الأفعال drink drinking tea. هنا عندنا تركيبة الزمن الماضي المستمر، إذا يحتاج الفعل يحتوي على ing. he was drinking tea. إليكم المثال التالي: what between brackets you do at 9 last night، يريد من عندنا في الزمن الماضي المستمر. نضع أداة السؤال what، اليو يحتاج لها where، ونضع الفاعل you، ونضع الفعل ونضيف إلى الفعل ing ونكمل بقية الجملة at 9 last night. وفي نهاية الجملة question mark، علامة استفهام. إليكم المثال التالي: she read a book، يطلب من عندنا past continuous negative، حالة الزمن الماضي المستمر في حالة النفي. نضع الفاعل she، she يأخذ was، في حالة النفي نضع not، ونضع الفعل ونضيف إلى الفعل ing وبقية الجملة، نضع بقية الجملة والجملة منفية نهاية نقطة أو full stop. she wasn't reading a book. إليكم المثال التالي: she between brackets not clean the house، يطلب من عندنا نفي. she نضع الفاعل، الشي تأخذ was، نضع النوت ونضع الفعل ونضيف إلى الفعل ing ونكمل بقية الجملة. she wasn't cleaning the house. وتجدون باقي حلول التمارين على الموقع الإلكتروني www.salahayoub7.com، تجدون الأجوبة والأسئلة المتعلقة بالمادة. أعزائي الطلبة، أرجو الاستفادة من شرح هذا الموضوع، وهو من المواضيع المهمة في اللغة الإنجليزية، وهو الزمن الماضي المستمر The Past Continuous Tense. ولإنتاج المزيد من المقاطع التعليمية التي تخص الصف الثالث المتوسط المنهاج العراقي، يرجى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل جديد يخص هذه المادة، مادة اللغة الإنجليزية. بالتوفيق ونجاح لجميع الطلبة الأعزاء.